يا قلب المجتمع، يا روح المجتمع، يا عقل المجتمع، هذيك هي الجزائر. عندهم الكرم برشا برشا. راه الجزائر اخويا الحق برجولي، هذاك كتفنا السخون، مش هم غدارين. قل لك الجزائر شنو يجي في بالك؟ الاخت الكبرى، اخواتنا الجزائريين. وكان مش من الاستعمار، راهي بلاد واحدة. راهو نحكيو كيف كيف، احنا نقولو نهدرو، نحكيو كيف كيف، نتكلمو كيف كيف، طبيعنا كيف كيف، اصلنا هو واحد، فهمني؟ تيروا كان قبل وقت اللي كانوا يحكيوا على التاريخ ويحكيوا على الكهنه، راه الكهنه ما كانتش في تونس، راه كانت في سوق عراس، راكو سايله من الجزائر اللي فهمني، وشتر، وحتى البرابره الاوائل كل الاستقرار الكل كان في الجزائر. تبارك الله، خضرة وبنينه ومزيانه الجزائر اخويا الحق برجولي، هذاك كتفنا السخون، هذاك شنو نقول فيهم الجزائريه. وشكون اللي ناخذونا وقت اللي السياح هربوا علينا؟ مش الجزائريين؟ اشتر الساحل، عندك الحمامات ونابل وسوسة اللي دخلوه من عند زيرية شيء من وراء العجب، وهما كل ياسر كونسيرباتور ما يحبوش برش حكاية الوتلة وكذا، ماذا بيه يكري دار. دي أغلبية التوانسة خرجوا من ديار، مشى كرا ب200 وكرا دار بمليون، ربح 800. لا أخويا، يقعدوا على روس وربي يخلي. هي المغرب العربي الكل، حتى المغاربة رما فيها، عندي فيه منقول والليبية، الكل لازين بعضنا. شخص كان جد دولة واحدة، رانا من أرقى الدول. الجزائر بلد شقيق، متصاهرين منهم. أحداث سقيط سيدي يوسف أكبر دليل على ذاك. الجزائر بلد عربي، بلد إسلامي، معناتها كل شيء، في الاقتصاد، في السياحة، في التقارب العائلي. ثم ناس ماخذين من بعضهم بين في سقيط سيدي يوسف، على خاطر منقسمة على اثنين، فيها توانسة وفيها جزيرية. جزائر برشا حاجات، جزائر بلد النضال، كل شيء، بلد عربي وإسلامي، وخيالنا، وكما نحن نمشي وهم يفرحوا بينا. عندهم الكرم برشا برشا. راه برشا توانسة جاءوا في حالات استثنائية ولقاوا جزيرية وقفوا معاهم، مش هم غدارين، مش هم انتهازيين، مش هم استغلاليين، يفرحوا بالضيف، عندهم الرجلة، ويحبوا الكلمة، ويحبوا الصحيح. عالمية اليوم مثلا نشوفوا الموانئ اللي موجودة على ضفاف البحر المتوسط، تونس والجزائر والمغرب، وتهبط حتى الموريتانيا، حتى السنغال، حتى إلى جنوب أفريقيا. منين بدأت الموانئ هذية والعملاقة اللي موجودة؟ بدأت من تاريخ الحركة الاقتصادية متاع الفينيقيين، وبعد مشات للأغالبة، بعد مشات للدولة الفاطمية، وبعد مشات للدولة العثمانية. شكل فيه فما ترابط تونسي جزائري مغربي إفريقي، هذي ساهمنا في بناء الحضارة الدولية. شكون علمهم؟ منين خرج ابن رشد وأمثاله في الأندلس، اللي علم الأوروبيين فرانسيس لعيسى ولد ربي ولمريم مرت ربي ولهما أولاد ربي، وعملوا اللايكية والعلمانية من أوروبا، من أمثال ابن رشد. ومنين ممول ابن رشد؟ انت عارف تونس والجزائر والمغرب وافريقيا، شكون في ساهمنا في الثوره الفرنسيه، ساهمنا في الثوره الامريكيه، ساهمنا في الثوره الاوروبيه، بما فيها الثوره الروسيه اللي احنا ساعات نبداو نتكلموا معاهم، كل مره نقول انتم لو عزلتوا الكنيسه احنا قرينا الناس وكها وتسارت لها. اما الجزائريين يعرفوا اللي الاستعمار قسم افريقيا بس يستغل لها أبشع استغلال. وأنا أنا نشوفه اليوم كل واحد يقول متاعي، وقتاش نفيقوا من الدوخة هذية؟ وقت اللي تونس تقوي تعليمها، وتقوي العباقرة متاعها، وتظهر اللي تظهر شنية الجدوى متاع تونس والجزائر والمغرب. وسي بابا رازار اللي حط حضارة كارتاج في كارتاج، وألا حضارة تاع الدولة الأغلبية في القيروان. راهو احنا اليوم نعملوا في 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 في, 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 في نتوجهوا.